أهلا وسهلا. كتير سوريين عندنا صعوبة في لفظ الحرف الأو بالألماني لأنه ما في هالحرف بالعربي. هالكلمات التاليين كلمات ألمانية بالأو، جربوا بلكي تقدرون تلفظوه بلا صعوبة. Übel, Mühe, Süß, Rübe. بس بلكي إلزمكن شوي مساعدة. إذا هيك جربوا تلفظوا الإي بس طولوا الحرف مثل إي. وهلا لازم تدورون شفاتركن وسينكن كمان ما يصير يتحرك، وهيك تقدرون تتعلمون اللفظ لما في صعوبة. شوفوا مثل المثل بالفيديو. وهلا جربوا هاللفظ في هالكلمات الألمانية. Liege, Lüge. Viele, Fühle. وهيك تقدروا تلفظوها. الحرف الأو مرات انكتب بالأو إيه مثل في الكمبيوتر أو في الرسائل، وفي مرات الإبسلون تنلفظ مثل الأو، بس ما في غير قليل من هالكلمات. مثلا Üben, Mythos. ولا تنسون لما تشوفون صعوبة في اللفظ الأو تذكروا أنه لما تلفظون الإي وتدورون شفاتركن الأو تطلع معكن صح. باي باي وإلى مرة الجاي.